إيمانا بعظمة القضية التي يناضلون في سبيلها، يعود الكثير من رجال الجيش الوطني إلى ميادين الكرامة والشرف بعد كل إصابة يتعرضون لها. القائد الميداني عيسى مهيوب قاسم الشرعبي أحد هؤلاء الأبطال الذين لم يمنعهم جراحهم من مواصلة مشاركتهم في معارك التحرير ليرتقي شهيدا وهو يذود عن تعز بعكازتيه وبندقية. نتابع التفاصيل. في كل جبهة تجده حاضرا، وفي كل معركة تجده في مقدمة الصفوف، هو قائد ميداني، ولكنه يتقدم أفراده في المواجهات وأكثر الناس حرصا عليهم. تم التقدم بعد صلاة الفجر في شارع الأربعين، تم السيطرة على شارع من تأمين نسبيا شارع الأربعين، والسيطرة على مباني عدة منها بيت الأصابين وبيت العواضين وبيت المحضار وبيت الكباب مع أحوال تبت الصبرين، ومطلين على مدرسة ومدرسة أهل سعيد العم. أصيب إصابة بليغة ولم يصبر حتى يتعافى، بل جاء يحمل جراحه وسلاحه ليخوض معركة الجبهة الغربية. حاول البعض إقناعه بأنه صاحب عذر ولا عليه دخول المعركة، ولكن إصراره كان عجيبا. يذهب ويعود ويغطي للمتقدمين ويراقب ويوجه، حتى تم استهدافه بقذيفة دبابة، فكانت الإصابة قاتلة. الشهيد عيسى مهيوب القادري كان من خيرة الرجال والأبطال، كان يقود فصيلة كامل قوامها 40 فرد وما يزيد. الشهيد عيسى كان لا يتوانى ولا يتأخر، إن دعي لأي جبهة هب إليها، كان يخدم هو وأبطاله ورجاله في الأربعين، لكنه كان إذا حمي الوطيس في أي جبهة أو حدث هجوم كان يسارع مباشرة لتعزيز تلك الجبهة. رحل الشهيد عيسى مهيوب الشرعبي عن إخوانه ومحبيه بعد أن أذاق الميليشيات الويل، وصبر على جراحه وذهب إلى الله تاركا إكمال المهمة لبقية المقاتلين الذين تعلموا منه دروسا لا يمكن أن يروها أو يستفيدوها في الكليات ولا في المعسكرات.